شاء الله احنا النهاردة هنصور سلسلة جديدة لمتصفح مايكروسوفت ايدج الجديد. انا عرفت كام تريكات عنه، ان هو يقرأ كلام بالصوت وكوليكشن وحاجات كتيرة هنعمل عنها فيديوهات الفترة اللي النهاردة. هنبتدي ان احنا لو اي مقال في اي موقع نقدر نقرأ مايكروسوفت ايدج يقدر يقرأ بصوت، ممكن نعدل الخط والحجم كده. هنشوف مثلا موقع زي على المثال كمثال، انا افتح الموقع استنى هناخد مقال زي كده وعشان الموقع بتاعنا فيه كلام كتير فهتظهر لنا ايقونة read aloud. نحنا عايزين نقرأ بالصوت او نقرأ بطرق معينة، هيجيب لنا المقال ككلام. هنقدر في حاجة اسمها text preference اللي هو ممكن نصغر خط، ممكن نخليه medium او ممكن نكبره للقراءة، ممكن نعمل تكست سبيسينج، ممكن نعمل له سيمز عشان ناخد احسن قراءة ونقدر نقرا بصورة جميلة ومبسطة. هنختار الديفولت وهنروح عند حاجة اسمها جرامر تول. هنا نقدر نشوف الناون الكلام والفيرب والادجكتيف والادفيرب بقى الالوان المعينة، ممكن نختار لها الوان. كان الناون مثلا يبقى لونه ازرق هو يغيرون، وحاجه اسمها السبيلت ووتر انتو سايل ايبل ان هو يبقى ما بين الكلام نقط. نلغي كل ده. ريدنج بريفيرنس ممكن نعمل لاين ان هو يقرا 2 لاين 6 اور 8 لاينز. في البيكتشر دايركتوري got it ان احنا ممكن نقرا الكلام، وغير كده ممكن نلغي، ممكن نترجم المقال بتاعنا للغة معينة زي العربي نقول له translate the entire page، هنلاقي ترجمهم لنا ببساطة وبسهولة. لو المقال بالانجليزي وانت عايزه بالعربي هنلغي written. في اللي هو read aloud ان هو يقرا الكلام. Star Wars Jedi Fallen Order will be free for Xbox Game Pass. هنا اقرا الكلام بتاعنا بصوت. Pass Star Wars Jedi. The game will be out on EA. ان هو هنا بيقرا لنا الكلام بصوت، وهنا عندنا ال voice option ان هو يقرا slow او بالراحه. EA play the same day the ممكن نخليه fast ان هو يبقى بسرعه. The Xbox Series X launches. ممكن نخليه بدل حد تاني يقراه بصوت مختلف. Launches. Jedi. Fallen Order. وعندنا أصوات مختلفة. ممكن. Order protagonist Calcast is fighting a stormtrooper. نحنا ممكن نخلي زي ما هو normal. خلي يقرأ. Stormtrooper. Image. EA. EA play. ممكن لو إحنا نرجع هنا X. ممكن نترجم المقال بتاعنا للغة عربية، ممكن نيجي نقول read aloud. حرب النجوم جدي أن نوع اقرأهن بصوت بس بصوت لغة عربية. النظام الساقطة ستكون حرة للمشتركين لعبة اكس بوكس تمريرا نهائية في 10. وكده احنا قرينا الموقع بتاعنا. هناخد موقع تاني كمثال. اختار الموقع ده هنقرأ منه. هنقرأ مثلا المقال ده. ده المقال بتاعنا عايزينه نقرأ بصوت او الانتر انجلش ليدر.
هنقول له برضو عندنا ايه تكست بريفيرنس احنا نقدر نقبل ونعمل خط ممكن نقول ريد الو انه يقرا جيفا بيزوس يبيعوا بس عشان ده لغة عربية واقف ممكن ممكن نترجمه للغة انجليزية وبعد كده جيف بيزوس سيلز وان احنا المرة دي كده شفنا ميزة جديدة في مايكروسوفت ايدج اللي هو انه يقرا المقالات او الكلام بصوت يا رب تعجبكم وياريت تشتركوا في القناة وياريت تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو